بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء في المرحلة الأولى في قسم الهندسة لكلية الإمام الكاظم عليه السلام في أقسام واسعة. شباب، بالمحاضرة السابقة احنا أخذنا موضوع البر سيركت دوائر التوازي، وأخذنا به عدة أمثلة، وأخذنا أيضا موضوعين مهمات جدا يخصن دوائر التوازي، نسميها احنا الابليكيشن اوف بارلل سيركت، التطبيقات حول دوائر التوازي. فاخذنا موضوع الكيرشوف كارنت لو، قلنا يابا قانون حفظ الشحنات، وهذا القانون قانون حفظ الشحنات الغايه من يمه انه انا احفظ الشحنات، يعني الشحنات الداخله هاي فيزيائيا داحكي تساوي الشحنات الخارجه، ونطبقها وين على التيار؟ قلنا سميشن او سيجما اوف input current equal summation of sigma output current، مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة عند نقطة معينة. زين استاذ، منين نعرف هاي النقطة؟ ابوي النقطة لازم يكون بها تفرع، والتفرع هو عبارة عن 3 branch، يعني 3 افرع، واضح؟ وسنستذكرهن ان شاء الله في هذا الموضوع، او ناخذ امثله تخص هذا الموضوع. الموضوع الثاني اللي اخذناه على السريع، واللي اخذناه الاشتقاق مالته، واليوم اللي راح نتداخل فيه اكثر، هو موضوع تجزئه التيار. يسال طالب يقول استاذ انا ليش يتجزئ التيار؟ راح اقول لك ابويا، من خصائص الربط على التوازي انه الفولتيه ثابته، ما عندنا كل مشكله بها، لكن بما انه التيار يتجزئ فانا احتاج الى قانون مجزئ التيار. ليش استاذ تحتاج الى قانون مجزئ التيار؟ لان انا اريد اعرف قيمة التيار عند نقطة معينة بوجود او عدم، لعدم وجود الفولتية عند هاي النقطة. اعيد، ما افتهمنا. اقول لك انا فرضا عندي دائرة كهربائية، المعطى من يمي او المعطى الي هو فقط شنو هو؟ المقاومات والتيار الكلي، واضح؟ فاريد او التيار او الفولتية الكلية، انا هنا شريد اريد احصل على اليمن على التيار عند نقطة معينة، عند مقاومة معينة، فاحتاج انه اطبق هذا القانون لعدم توافر الفولتية عند النقطة المعينة، وراح نجي عليه بالتفصيل حتى تفهمه اكثر. قبل لا نتداخل شباب بمواضيعنا، وخصوصا اليوم انا اريد اسوي لكم المحاضرة جزئين، جزء اللي هو راح ناخذ به المواضيع المتسلسلة، وجزء مو محاضرة عملية حتى تكونون بالصورة، مو محاضرة عملية. لكن أنا شنو شباب، موضوع الكهرباء يحتاج إلى أنه أقيس حتى أثبت شغلي، واضح؟ يعني أنا من أستخرج المقاومة الكلية أحتاج أنه أقيسها بجهاز الأميتر حتى أعرف المقاومة الكلية، أو أحتاج أقيس التيار أو الفولتي أو ثلاثة عن طريق المالتيميتر. فقصدي حتى يكون عندنا إثبات معين، فراح أسوي لكم تجربة تخص الكيسيال الكيرشوف كارنت لو. فقبل لا نبدأ بالجزء الأول شباب، أكو مجموعة تساؤلات بالكلاس روم، خلنا نتطرق لها على السريع، وإذا أكو يعني أكو طلاب محتاجين ملاحظات معينة حول مواضيع ماخذها سابقة حتى أيضا نشرحها إن شاء الله. هسه فيما يخص المحاضرة السابقة اللي أنا رفعتها حاليا، كيرشوف كارنت لو، عندنا لطيف. السلام عليكم أستاذ، أولا لم أجد موضوع المحاضرة في الملزمة، ثانيا عندي سؤال في المثال الذي أعطيته هومورك لم يؤشر اتجاه التيار. شباب إذا تنتبهون، أنا بالفيديو قلت بما أنه أنا رافع لكم فيديوهات اثنين، فما راح أعمم بهذا الأسبوع أنه أرفع لكم الهومورك، فراح اخليه على هذا الاسبوع، يعني اليوم بعد المحاضره ان شاء الله راح يكون عندكم هومورك. ولا بس يعني هسه بعض الشباب مثلا دزولي مثل مؤمن، وانا كتبت ايضا بالتعليق انه اذا انتم حالين او عندكم فد حل معين تقدرون ترفعوا لي على الهومورك السابق. طبعا لم يؤشر اتجاه التيار، هسه نجي لطيف نقول ليش لم يؤشر اتجاه التيار، وهذا بالتحديد الغايه من احنا نشرح شرح فهمي مو درخي. يعني ممكن انا يكون عندي اتجاه التيار كمهندس، وممكن ما يكون عندي اتجاه التيار، فلازم اتعلم كل الامور او احيط كل الامور اللي تخص الموضوع.
حتى أي مسألة تجيني، أي لوفة أي فكرة أنا أعرف هاي المسألة. إذا انتبه هنا مؤمن شارح الموضوع يعني بما أنزل، يعني فاهم الموضوع، قال إنه أستاذ في الدقيقة 28 موضوع الكسيار إلى آخره. انتبه هنا بما أنه أنت ما انطيت اتجاه التيار وما نعرف هل هو أحسنت خارج من النقطة أي أم داخل إلى النقطة أي. فرضنا يعني هو فرض، يعني أما يكون فرضيته صحيحة أو فرضيته خطأ. زين شلون تكون فرضيته خطأ؟ مني راح يقارن بين اتجاه بين التيارات الداخلة هل هي مساوية إلى الخارجة أو لا. هذا إذا كان يريد يقارن، يعني إذا مثلا باوع أنه فرضية مالته صارت خطأ لازم يغير بيمن بالمعطيات. فيقول أنا النقطة أي فرضت أنا خارج من النقطة أي، يعني التيار خارج، طلع التيار المار التيار نص، يعني قيمة التيار I3 يساوي لنا ماينس 2، وهذا يعني أن اتجاه التيار الداخل النقطة أي يعني وليس خارجه. هو بالبداية فرضها طبعا دا أشرح سريع شباب لأن راح أعيده، يعني أعيده مفصل بس دا أناقش مؤمن أو دا أناقشكم عن طريق تعليق مؤمن. هو يعني فرضها بينما أنه الفرضية الأولى أدت إلى نتيجة سالبة، وإحنا قلنا يعني مو حكينا خطأ لكن معناه أنه اتجاه التيار خطأ رجع. فرضة بما أنه فرضة كان بالبداية أنه خارج من نقطة أي، هسه وين فرضة؟ فرضة لازم يكون صح داخل نقطة أي. زين هدى شباب المحاضرة لا كل موضوع ناخذه موجود بالملزمة. الملزمة شباب اللي هو هسه هذا الكتاب المصدر اللي عندي هسه أنا حاليا الدا أصفح به، واضح؟ برار سيركت، هاي البرار سيركت. هذا أنا شباب بالسنوات السابقة السيري السيركت دوار التوالي، الحد ما أوصل نهاية دوار التوازي بسوي للشباب ملزمة اللي هي هاي الملزمة، قطعها لهم ومنزلها بالمكتبة. نفس الشيء للبرار سيركت، الربط المختلط، الدلتا والستار، اي موضوع ناخذه انا اسويه يعني اقص من المنهج وارفعه بالمكتبه. فاحنا هسه بما انه ما نقدر نروح للمكتبه فسويت رفعت لكم المنهج كامل، يعني عندكم هسه المنهج كامل، اي موضوع ناخذه انتم اشروا من التايتل مالته. هسه انا بدوار التوازي تقعد اما تطبع تسبح تسحب عفوا دوار التوازي او اي موضوع ناخذه، وابو المكتبه مثلا تقول له اريد من الصفحة 1 إلى الصفحة 10 من الصفحة 100 إلى الصفحة كذا يطلع لك المنهج اللي أنت تريده. هاي حتى بعد لا تقولون شباب وين المنهج وإلى آخره. السلام عليكم أستاذ وسن، أنا نزلته ما موجود بالملزمة. نفس الجواب يكون التيار نفس الحالة، نفس الحالة راح نراجع شباب. أستاذ أرجو تصحيح، أحسنت أبويا، أحسنت إن شاء الله ماكو خطأ، أنا مجاوب على بس راح نعيده. عندنا رشا هدى، رشا استاذ بخصوص موضوع ربط التوازي example 6.8 منطينا قيمة المقاومة الأولى والمقاومة الكلية ويريد المقاومة الثانية، بهاي الحالة استخدم قانون يحتوي على مقاومتين بس ما بدل ما أسوي ضرب طرفين وسطين يصير أقول مقاومتين أول أضربهن وبعدين أقصهن وطلع المقاومة الثانية، يعني بدل الاشتقاق اكتب القانون حصلت على من الاشتقاق واحد. ما افتهمت الطريقة بس اركز وياك، ليحتوي على مقاومتين بدل ما اسوي ضرب طرفين بوسطين يصير اقول مقاومتين، يعني اول شيء تجري عملية الضرب بالباص وبعدين انقصهن. منين تنقصهن؟ لا بس رشا جيد جدا احسنتي، حلي لي اياها بطريقتك، هاي كتبي لي اياها بورقه وارفعي لي اياها بالهومورك اللي راح ارفع لكم حاليا. اذا كانت نفس الناتج وطريقه اسهل وابسط لا بس ابويا عاشتي لك. زين عندنا هنا تعليق هدى، استاذ احمد فرق الجهد بين النقطتين، جهد فرق الجهد بين النقطتين. يلا شباب نتوكل على الله ان شاء الله مواضيعنا. فرق الجهد بين النقطتين، شوفوا ابويا بصورة عامة أنا إيش عندي؟ عندي فرق جهد وعندي جهد. شنو يعني فرق جهد وجهد؟ فرق الجهد يعني مثلا هسه لو نفرض هاي عندي مقاومة أولى، واضح؟
آية نقطة أي، نطلع القلم، هاي نقطة A وهاي نقطة B. هنا ايش عندي؟ هنا انا عندي جهد A وجهد B، لكن ايش عندي هنا؟ عندي فولتية AB اللي تسمى بيناتهم فرق الجهد. يعني مثلا لو جهد هنا 10، جهد بالنقطة A 10، بالنقطة B راح يصير ايش قد؟ مثلا خلينا نقول 5. اذا فرق الجهد بين نقطتين هو الناتج ما بين 10 والخمسة. تفهم الآلية يا شباب؟ فرق الجهد ما بين النقطتين، مو شرط تفهم هسه بصورة رئيسية، بس اريدك تعرف انه عندي جهد عندي فرق جهد. زين، انا اختصارا او تبسيطا للموضوع قلت بصورة عامة انه انا مشكلتي التيار، او يعني كمعلومة التيار يتحرك من الجهد الأعلى إلى الجهد الأدنى، هاي ما بيها مجال. والفولتية أيضا تتحرك باتجاه القطب الموجب بعكس الأقطاب، بعكس الأقطاب. هذا إلى غير آلية، وقلنا معناه أنه الفولتية أو البطارية اللي عندي حاليا سالبة باعتبارها ده تشحن منين؟ يعني تتاخذ جهد من الدائرة الكهربائية مالتي، وراح يجينا عليها تفصيل دقيق بالفيزات، بالتو فيز، ثري فيز والى اخره. زين، فاذا فرق الجهد بين النقطتين، اني مبدئيا قلت عندي فد رول معينه، هاي الرول عندي فولتيه فرق الجهد بين النقطتين، مثلا نقطه سي ونقطه دي. فعندي قانون قلنا النقطه الاولى ناقص النقطه الثانيه، فولتيه السي ناقص فولتية الدي، يعني الفولتية اللي موجودة هنا ناقص الفولتية اللي موجودة هنا، حصلت عليه من؟ على فرق الجهد بين نقطتين. حصلت عليه من؟ على فرق الجهد بين نقطتين. فرضا لو عندي V K و G، واضح شباب؟ انا دا اسوي يعني مالتي فيربل، متغيرات، باعتبار ان المتغيرات كرموز ما مو ثوابت. فالثابت اللي عندي شنو هو؟ معناها انه انا عندي فرق الجهد اللي اريد احصله هو ناتج فولتية الجهد اللي موجود بالنقطة K ناقص الفولتية اللي موجودة بالنقطة G، والناتج مالتهم هو شو اسمه؟ اسمه فرق الجهد بين نقطتين. واضح هاي المسألة؟ هاي واضحة بصورة عامة. تبقى عندنا فد رتوش معينة، يعني مثلا أراعي اتجاه القطبية سالبة أو موجبة وإلى آخره. فهدى إذا أو غير هدى، إذا تنتبهون راح وين البراسير سير السيركت، نشوف إنه فد إكزامبل معين أنت واجهتوا مشكلة بيه. هذا السير السيركت دبل نوتيشن الفي دي ار ما عندنا مشكله فيه. نعم، هسه اذا تنتبهون شباب، اتمنى ما تتداخل عندكم المواضيع. اذا تنتبهون فايند ذا فولتج في اي بي، يعني انا ايش عندي هنا؟ أنا عندي مقاومه، واضح؟ هاي المقاومة أريد فرق الجهد حول المقاومة، يعني عندي جهد عند النقطة A وعندي جهد عند النقطة B، أريد فرق الجهد ما بين نقطة A ونقطة B. واضح المسألة؟ آمنت بالله. فنفس الرول مالتنا، بما أنه يريد فولتية هو find the voltage VAB، يعني الفولتية بالـ A ناقص الفولتية بالـ B هو حاصل فرق الجهد ما بين النقطتين. فيجي تقول فولتية A ناقص فولتية B ونطلع من يمها الفرق الجهد. فولتية A حاليا 16 ناقصا 20 يساوي ليش قد؟ ماينس 4. مو خطأ شباب، الماينس مو خطأ، لكن هذا إلى اعتبار معين بالكهرباء، وبالتالي أنا عندي بطارية أما تشحن أو تفرغ. لا تقول لي أستاذ، يعني مثلا بعض الطلاب عنده معلومات كهربائية يقول لي تشتغل شغل المتسعة، لا ما تشتغل شغل متسعة البطارية. وما أرد يعني أتداخل وياكم بالمواضيع، أريد من نوصل طبعا إحنا راح نلوح المتسعة والمكثفات وإلى آخره، بس من بعيد إن شاء الله، حتى المعلومة العامة لكم حتى تفهموها. فإذا تفهمون هسه حاليا هذا فرق الجهد بين نقطتين. خلينا نجي على الإكزامبل، مثلا هسه هذا حاليا الإكزامبل اللي عندنا موجود. Find the voltage VB، يعني هسه ما يريد فرق الجهد، يريد الفولتية بالبي.
الفولتير بالسي ويريد فرق الجهد ما بين الاي والسي. راح نتبع ويل اكزامبل، يعني كانما هسه انا حاليا اول مره يمر علي الموضوع، بس شنو عندي تغذيه، عندي معلومات حول الموضوع. فاجيت يريد مني من شنو فولتيه بي، امنت بالله انا باوعت عندي مصدر، عندي نقطه اي، هاي نقطه اي، وعندي قانون. شو يقول القانون مالتي؟ يقول القانون مالتي فولتيه اي بي يساوي لفولتيه اي ناقصا فولتيه بي. زين هو هسه يريد مني من شنو فولتيه بي، فولتيه اي ما مطيني اياها، واضح؟ وايضا شنو هو فولتيه في اي بي ما مطيني اياها، صحيح؟ لا ابويا مو صحيح. اذا تنتبهون عندي هنا شنو هو 4 فولت، اها يعني فرق الجهد على المقاومه خلينا نسميها حاليا مثلا ار 1 ايش قد؟ 4 فولت، واضح؟ اعيدها مره الله، انا عندي قانون يقول فولتيه فرق الجهد بين النقطتين يعني اي والبي، اني فولتيه الاي ما عندي وفولتيه البي البي عفوا مطلوبه من يمي، بقت عندي من هي فولتيه الفي اي بي، باوعت بالمعطيات مطيني 4 فولت على المقاومه، يعني فرق الجهد ما بين نقطه اي والبي شنو هو 4 فولت. زين فاجيت باوعت قلت انا المصدر بدا يشتغل او بدات تشتغل هاي الدائره الكهربائيه ب 10 فولت، بدينا يعني هسه انا راح اصعد جهد، اصدر جهد جهد معين حتى يوصل المقاومة. فاجيت الجهد مالتي من وصل للنقطة اي ما استهلك اي طاقة، واضح ابوي؟ ما استهلك اي طاقة، فبمعنى شنو هو؟ صارت عندي الفولتج كونتينيوس مستمرة، فاذا معناه الفولتية هاي اذا تتبون مشت 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 ما لاقت اي مقاومة بقت ايش قد؟ 10، اذا فولتية الاي ايش قد؟ 10. هسه بعد رياضيات هاي معطات اللي هي 4، واضح؟ فش راح تصير عندي 10 تروح 4 ايش قد يصير عندي؟ 6 فولت، هاي اذا تتبون 6 فولت، واضح؟ 10 ناقصا 6 قد يصير عندي 4، وهو هذا اللي اثبتناه، مضبوط ابو يهودا؟ اذا تنتبهين 10 فولتيه الاي ناقص فولتيه البي يساوي لنا فولتيه الاي بي، فولتيه الاي 10 فولتيه البي احنا وجدناها ايش قد 6، 10 تروح 6 ايش قد يبقى عندي؟ 4، يعني حلنا مضبوط. بعد شو يريد من يمي؟ يريد من يمي فولتيه السي، واضح؟ يريد من يمي فولتيه السي. اذا تنتبهون فولتيه السي يعني اما تردوها رياضيا او حسب الرسم حسب الفهم، انا هاي عندي فولتيه السي، واضح؟ زين فولتيه السي شنو قبلها؟ قبلها المصدر اللي موجود عندي، المصدر اللي موجود عندي هو ايش قد؟ 20 فولت، اوكي امنت بالله. فانا شنو لازم اعرف؟ اعرف ايش قد ماخذ انا من ال 20 وواصل للسي. راح تقول لي استاذ ليش؟ راح اقول لك لان ابوي بكل بساطه اذا تنتبه على المصدر اللي موجود امامنا، المصدر واقع بين نقطتين وهو يتجه بالاتجاه الموجب، مضبوط؟ اذا ايش قد ماخذ السي من ال من ال من المصدر؟ ما اعرف. فايش راح اقول؟ راح اقول نقطه البي، واضح؟ ما اخذ من يمها ايش قد السي المصدر الرئيسي هو هذا الباقي السي، واضح؟ نقطة البي ايش قد ما اخذه من السي، فاذا راح اقول فولتية البي، واضح؟ ناقصا منها ماخوذ من المصدر الثاني هو هذا فولتية السي، ففولتية البي ايش قد؟ 6 ناقص 20 ايش قد صار عندي؟ ماينس 14. ويا هدى يا طلاب اذا تنتبهون بالاكزامبل اللي اعطيناه لكم همور بالفولتيه من ساوت لي سالب 19، الفولتيه هنا أنا لازم تصير ماينس، ليش؟ لان القطب معكوس او المصدر او البطاريه ايش بيه؟ معكوس، واضح؟ اتمنى توصل الفكره. وشباب يعني لا تملون، يعني امانه لا تملون مره مرتين ثلاثه لحد ما تفهم الموضوع، بالتالي احنا نريد نفهم نريد ندرخ. كمهندس جيت باوعت يريد مني من الاستاذ فولتية السي، زين باوعت انه انا عندي مصدر واراعي انه المصدر قطبيته معكوسه بالنسبه لي نقطه، نقطه السي. زين فاجيت باوعت على نقطه، باوعت انه المصدر
واقع بين منه واقع بين نقطتين اللي هي البي والسي. فاجر شاح اقول اقول ايش قد واصل للسي، هو شنو هو الواصل للسي؟ هو الماخوذ منين؟ من الاي. فاجيت قلت شنو بي ناقصا اي، واضح بي ناقصا اي يساوي لي شنو هو؟ يساوي لي الفولتيه عند السي، وتطلع بالماينس، وهذا اثبات لكلامنا. لان حاليا هسه تقول الاستاذ لا هي تتجه من اي نعم من السالب الموجب ليا نقطه نقطه بي، وطلعت هي بالموجب، واضح. بينما بالنسبه للسي لا، قطبيتها معكوسه باعتبار انه نمشي احنا بهذا الاتجاه، فيصير اتجاهها سالب. زين هسه بالاخير شيء يريد؟ يريد فولتيه الاي والسي. هاي بعد ما عندنا مشكله، فولتيه VAC equal voltage A، يعني يريد فرق الجهد هنا. هاي مو عندي نقطة، هذا يريد فرق الجهد هنا، واضح. هنا ايش قاعد عندي فرق الجهد؟ فعندي voltage A ناقص voltage C. voltage A 10 ماينس voltage C سالب 14 ناقص في الناقص زائد 14 ويساوي ايش قاعد؟ 24 عفوا يساوي لي 24. اها فولتيت A ناقصا فولتيت C 10 ماينس في الماينس موجب يساوي لي 24. يعني هذا المشكلة يعني انتم تقرون مثلا مصادر معينة، اكو فرق ابويا ما بين الكهرباء والفيزياء. راح تقول استاذ لا هو نفس، نعم نفس، ليش؟ لان انا نفس الخطوات دا اجريها، لكن انا بالكهرباء ما اريد اعتمد على الامور يعني انا امشي على فد خطى ثابتة. ولهذا يعني لو تسألون الطلاب المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، انا بالامتحانات ما اجيب سؤال خطواته ثابتة، اجيب سؤال خطواته ثابتة بس بقية الاسئلة لا بهن فكرة، واضح. واللي دا اشوفه حاليا من التعليقات انه الطالب اللي دا يفهم كلامي دا يحل ما عندك المشكلة، واللي شفته امامكم مثلا مؤمن، واضح. وطبعا هواي من الطلاب غير مؤمن صراحه يدزوا لي على الكلاس روم، لكن مؤمن هو ازيد طالب حاليا متواصل وياي بخصوص الاكزامبلز او الهوم ورك والى اخره الرجل. يعني هذا معناه انا مو دا اختزل جهد البقيه، لا ابوي انا قلت لكم كل طالب يدز لي اي سؤال او يستفسر هذا مشخص يكون عندي. زين فالقصد انه انت من تفهم الكلام بعد ما يصعب عليك سؤال. أنا عندي فرق جهد ما بين نقطتين، يعني نقطة جهد ونقطة أخرى جهد، وفرق الجهد هو الفرق المحصور ما بين نقطتين. عندي رول أعرفها اللي هي فولتية، إحنا بنقول A و B، يعني ممكن أنا بالسؤال تجيك C و D، A و K وإلى آخره، الفولتية الأولى ناقص الفولتية الثانية أحصل على فرق الجهد. يبقى شراعي أراعي فقط اتجاه البطارية، إذا كان اتجاه البطارية إلى النقطة بالاتجاه الصحيح يكون موجب. بالاتجاه الصحيح يعني أقصد قطبيتها واضحة من السالب إلى الموجب. إذا كانت قطبيتها معكوسة لا، لازم تكون قطبيتها سالب. فهذا فيما يخص موضوع الفرق بين جهد. طبعا اكو طرق فيزيائية مثلا طريقة الرحلة اللي سوى مثلا نقطتين وخلال هاي النقطتين مثلا مجموعة من المقاومات ومجموعة من البطاريات، بس هاي يا شباب ما راح نستخدمها احنا حاليا بالالكتريكال فاندمنتالز، يعني بمبادئ الكهرباء باعتبار انا ما عندي فيزياء. هاي استخدمها بالفيزياء طريقة الرحلة. لا بس ممكن من يجيك سؤال تتعامل ويا السؤال بأي طريقة تعجبك، ما عندك المشكلة. بالتالي أنا المهم عندي أنه النتيجة أو الإجراء اللي يوصلك النتيجة يكون صحيح. زين فأتمنى يا هدى أنه وصلت الفكرة بصورة عامة، وإذا ما وصلت أمانة أيضا تعطونا خبر. هذا هدى بعد أيسر عليكم السلام، ربي يحفظكم ابويا. هامورك لان علي نفس الحاله شباب، الهامورك انا راح ارفعه. جيد احسنتم احسنتم احسنتم. مرحبا استاذ، يا ريت سعيد الهامورك مال المحاضره السابقه لان ما فهمت. رش اكزامبل 5.18 اكزامبل 5.18 خلينا نشوفه على السريع. لا مو كنترول سيستم 5.15 يا موضوع تقصدين.
5.18 جيد. يلا أبوي انتبهوا وياي، عندي سيركت أباوع. يعني إذا تتذكرون بالمحاضرة الأولى شباب، أنا همشي عندي الأناليسز، التحليل، تحليل المعطيات عندك يوديك إلى النتيجة المطلوبة، ثق. فأجيت باوعت، هسا أنا ما أعرف شنو المطلوب عندي، باوعت إنه عندي مصدرين، عندي مقاومتين، وعندي تأريضين. يعني كل مصدر شنو؟ ما إلى علاقة بالثاني. أنا دا أحكي لكم هسا عامياً، بعد ما داخل أو ما متداخل الموضوع. أوكي. فعرفت إنه عندي تأريضين شباب، هذا معناه إيرث. مع الأسف إحنا مدى ناخذ عملي هذا إيرث، إيرث اللي موجود بالكهرباء شباب. زين ديترماين فولتية أي بي، فولتية سي بي، وفولتية السي. زين شوف هنا مرض جهد عند نقطة، يعني مرض دا احكي بالمعطى الاول او المطلوب الاول، راد فرق الجهد ما بين نقطتين فولتية الاي والبي. يعني شنو هو؟ يعني راد الفولتية اللي واقع على من على هاي المقاومة. زين باوعنا انا بصورة عامة الفولتية شو تساوي لي؟ تساوي لي التيار في المقاومة على نفس محور الفولتية. استاذ يعني شنو على نفس محور الفولتية؟ يعني اذا كانت الفولتية 10 يعني معناها المقاومة العاشرة في التيار العاشر، إذا كانت المقاومة الثانية يعني معناها التيار الثاني في الفولتية الثانية. زين فإذا معناها حاليا أني لازم أستخرج التيار وأستخرج المقاومة. المقاومة معطات إلي اللي هي 25، يبقى التيار. من خصائص الربط على التوالي شباب إنه التيار شبيه ثابت. زين عندي مجموعة مقاومات وعندي مجموعة مصادر، أقدر أستخرج التيار الكلي، والتيار الكلي هو نفس التيار الأول، يعني نفس التيار بهاي المقاومة ونفسه هو التيار بهاي المقاومة، ما عندي مشكلة به. فأجيت قلت التيار يساوي لي. باول الشباب إذا تنتبهون عندي هنا مصدر وهنا مصدر. زين هسه هذا المصدر أرد أعرف هو سالب أو موجب، باوع السالب الموجب، أنا دا أمشي بهالاتجاه هذا. واضح؟ سالب الموجب اتجاهي مع اتجاه الـ 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 البطارية، نعم إذن هو موجب 35. ليش دا أجمع الشباب؟ لأن أني بما أنه أني أريد أستخرج تيار مصدر فلازم أتعامل ويا مصادر، يعني مثلا مجموعة المصادر ومجموعة المقاومات. واضح؟ يعني واحد المصادر كمصدر واحد. زين واجيت وصلت الى المصدر الثاني، ايضا هذا الاتجاه مالتي، اتجاهي من السالب الى الموجب. يعني اما تقول اخر نقطة او اخر اشارة هي الموجبة فاخذها، او الاتجاه القطبي اتجاه البطارية متعامل مع اتجاه المسار مالتي او الاتجاه اللي انا فرضته ودامشي به، اذا ايضا موجب 35 زائدا 19 ويساوي ايش قد؟ 54. فقلت إذن التيار الكلي يساوي لي البطارية الكلية، عندي بطاريتين جمعتهن صارت بطارية واحدة، قياسها شقد 54 فولت على مجموع المقاومات. ليش جمعت؟ لأن ربط توالي، بالتوالي نجمع المقاومات 25 و20 شقد 45 بالتقسيم، إذن حصلت على تيار كلي قيمته شقد 1.2 أمبير. لهنا إن شاء الله ما عندنا مشكلة. فجيت قلت يابا فولتية الـ A B شو تساوي لي؟ تساوي لي التيار في المقاومة، هذا A B A B. انتبه وياي ايش دا اقول؟ A B يعني الفولتية اللي جاية من هنا عند هاي النقطة ناقص الفولتية اللي جاية عند هاي النقطة، راح احصل على من؟ على النقطة، على فرق الجهد بين هاي النقطتين. فبما انه هسه انا لو افرض هاي 35 والبي ما عندي ولا فولتية A B، ما اقدر اطبق هذا القانون، لكن اقدر اقول انه يابا انا عندي المقاومة معلومة والتيار ثابت، اقدر اقول فولتية A B شو تساوي للتيار في المقاومة، التيار اللي واضح حصلناه 1.2 في المقاومة 25 سوالي ايش قد؟ 30. يعني هسه فرق الجهد هنا ايش قد صار؟ 30. واضح؟ زين فولتية شو يريد بعد من يمي؟
فولتيت سي بي. اها فولتيت سي للبي، يعني الفولتيه منين؟ من السي المن الى البي، يعني فولتيه السي ناقصا فولتيه البي. هاي بالمسوده دا احكي، ما اعرف للسائل اللي قال لي السائل ما فهمت هذا الاكزامبل. انا بالمسوده دا اقول فولتيه السي ناقص فولتيه البي راح احصل على ناتج هو اللي هو شنو فولتيه السي بي، فرق الجهد ما بين النقطتين. لكن اطاوع فولتيه البي ما عندي، تبع على كلامي يا ابويا ما عندي، طبعا اقدر استخرجها حاليا. ليش؟ لان اقدر حتى ما ادوخكم، لان عندي فولتيه الاي فولتيه الفي اي بي، اقدر استخرج فولتيه البي. لكن هو ايش استخدم هنا حاليا بالمختصر المفيد؟ طبعا اكو واحد من الطلاب او اثنين من الطلاب حالين بهاي الطريقه وطيتهم درجه كامله، احسنتم يعني. قال يابا فولتيه السي هي سالبه. يابا ليش سالبه على راس ريشه؟ تقول لي استاذ سالبه لان فولتيه السي البطاريه اللي قبلها شبيها سالبه. ليش سالبه؟ لان قطبيتها شبيها معكوسه. واضح بالنسبه لمن؟ للسي. راح تقول لي ليش استاذ انا مو مشيت هيك؟ لا، راح اقول لك ابويا احنا مشينا هيك، احنا فرضنا اتجاه المسار مالتي بهالاليه هاي، او اعتمدنا على طريقه اخر قطبيه باعتبار انه اخر قطبيه طالعه منها موجب، اذا قلت هاي موجب، واخر قطبيه طالعه منها موجب، اذا هي موجب. لكن هسه من اجي منها انا بهذا الاتجاه راح اشوف انه عندي بطاريه وعندي سي، البطاريه معكوسه قطبيتها، اذا فولتيه السي سالبه. فنفس الحاله طبقنا قانون فرق اوم، الفولتيه سي بي تساوي اي في الار، لكنها سالبه. ليش سالبه؟ لان المصدر مقلوب اللي هو قبل السي، ف 1.2 العفو في 20 يساوي 24، في السالب سالب 24. واضح؟ يعني فرق الجهد ما بين السي والبي ايش قد؟ سالب 24. زين السؤال، لو قايل لك فرضا انا اريد فولتيت بي للسي، لا موجبه. ليش موجبه؟ لان اذا نباوع هنا البطاريه اللي سابقه فولتيت البي ايش بيها؟ بطاريه قطبيتها او مصدر قطبيتها صحيح من السالب الى الموجب. وطبعا اللي يثبت كلامنا من اقول في اي بي تساوي لي في اي ناقص في بي، فولتيه في اي بي ايش قد خلصناها؟ 30 تساوي لي فولتيه الاي ايش قد؟ 35. شباب 35 ناقص فولتيه البي. من اقلب اذا فولتيه البي ايش تساوي لي؟ 35 ناقص 30 ويساوي لي 5 فولت. واضح؟ نعم، هاي للتشيك للتاكيد. اذا بما انه قال لي اريد فولتيه من السي الى البي، فباوعت انه البطاريه السابقه فولتيه السي معكوسه المصدر، فاذا هي قيمتها سالبه. اما لو اقول مثلا فولتيه بي للسي، لا، راح تكون قيمتها موجبه. زين، للبي عفوا اقول قيمتها موجبه، لكن ايضا الداخل للسي هو سالبه. زين فولتيه السي ايش تساوي لي؟ تساوي لي الاي. نفس الحاله، هاي فولتيه السي معكوسه المصدر، فمشيت لهنا ما عندي اي، ما استهلكت اي جهد خلال وصولي من البطاريه المن الى النقطه سي، فبقت 19. ليش صار السالب 19؟ لان البطاريه ايش بيها؟ معكوسه المصدر. يعني يا ابويا اللي يدوخكم هو اتجاه البطاريه، واتجاه البطاريه يا شباب ما يراد له كل شيء. يعني نباوع هنا هسه انا ما اعرف المنهج شوي دمرته بالكتابات، المهم ما سيده. باوعت هنا سالب للموجب، يعني معناه راح تدخل فولتيه موجبه بهذا الاتجاه، بس بينما للسي خوش باوعت من السالب للموجب هنا الاتجاه. واضح؟ فمعناه شنو؟ يعني البطاريه هنا معكوسه القطبيه، معكوسه القطبيه يعني البطاريه سالبه. من سالبه مو خطا، لكن البطاريه معناها ايش تسوي؟ اذا تشحن طاقة، تاخذ طاقة من الدائرة الكهربائية مالتي. أمانة أبويا السائل، ما أعرف من السألني، السألني مو هدى، رشا،
نعم رشا أمانة أبويا اقري أو شوف الفيديو اللي وصلت لك الفكرة بهالطريقة، وصلت لك الفكرة اللي ما وصلت لك الفكرة أبويا أيضا أعيد لك إياه بغير أسلوب إن شاء الله حتى توصل لك الفكرة. هذا إني أبرز ما أبرز الأسئلة اللي طلبتوهن بالكلاس روم. شوفوا أبويا نرجع على موضوعنا الأساسي البارلال سيركت. أخذنا الأمثلة الخاصة بالبارلال سيركت، وأيضا أخذنا موضوع شنو هو الكيرشوف كارنت لو. قلنا مجموع التيارات الداخلة شو يساوي مجموع التيارات الخارجة. زين عند نقطة معينة، النقطة لازم شي يكون بها، يكون بها قلنا أوقف عند نقطة تودينا ثلاث شوارع، وقفت عند نقطة أي هذا شارع واحد شارع اثنين شارع ثلاثة، إذا هاي النقطة تحقق للقانون مجموع التيارات الداخلة نقطة أي تساوي مجموع التيارات الخارجة من نقطة أي. فمثلا هسه هذا الإكزامبل، هذا الإكزامبل شباب والإكزامبل اللي وراه راح أشرحه على السريع. شوفوا هنا يا أبويا الربط ما بين R1 و R3، يعني التيار اللي اجى لل R1 اوكي شغل لل R1 وصل لهاي النقطة وراح المن الى ال R3، ما واجه اي مشكلة، ما واجه اي تفرع، يعني ما واجه اي شارع هنا بحيث شنو لازم يتفرع التيار منا باتجاه ومنا باتجاه. فقلت يابا بما انه التيار الواصل الى ال R1 هو نفس التيار الواصل المن الى ال I3، يعني I1 هو نفس I3، ونفس الشيء I2 هو نفس من هو I4 باعتبار انه التيار ما تفرع. زين نجي المن، نجي الى هذا الاكزامبل، واضح؟ يلا نحل. هذا اللي لطيف سألني عليه قال الاستاذ ما بتطيني اتجاه التيارات. نعم ليه يعطيني اتجاه التيارات؟ انا فاهم الموضوع. زين find the magnitude and direction، هسوي لك المجهول والدايركشن واتجاه of the currents I3 I4 I6 and I7 for the network الى اخره. يلا نحل هذا الاكزامبل. ناخذ الصوره لو نكتبه لا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هسه عدي عذرا للرسم شباب بس خل اخذ المعطيات. عندنا I1 10 امبير، هذا عندي I1 equal 10 امبير. زين و يريد من يمي عند النقطة D I7. زين I2 12 امبير، I5 8 امبير. هنا عندنا I2 يساوي لنا 12 امبير، I5 يساوي لنا 8 امبير. اتجاهن 12 و هاي هذا اتجاه ال 12 وهذا اتجاه التيار الخامس. زين ايش عندنا بعد مشكله؟ عندنا يريد التيار الرابع والثالث والسادس والسابع. هذا التيار هذا اي 4 اي 3 اي 6 على ما اتوقع، بس هنا بالعكس هذا 4 هذا 3. زين زين انا اتجاه ما مطيني، هذا سوليوشن. شوف شلون اتعامل ويا المساله بفهميه مو بدقيق. اولا اريد بيم التيار، فانا ايش راح اقول له؟ يابا مجموع سيجما او سميشن التيارات انبوت شو يساوي لي مجموع، يعني مجموع التيارات الداخله شو يساوي لي مجموع التيارات اوتبوت الخارجه. الداخل ايش قد؟ 10 امبير. اذا الخارجه لازم ايش قد؟ 10 امبير. يعني التيار الاول اللي هو الداخل انبوت شو يساوي التيار الخارج اللي هو يا هو ايش قد؟ اي 7.
تيار الأول إيش قد قيمته؟ 10 أمبير. إذا التيار الأخير إيش قد؟ 10 أمبير. يا بساط ليش؟ راح أقول لك أبويا، أنا مو عندي قاعدة تقول مجموع التيارات الداخلة إلى نقطة في دائرة كهربائية مغلقة يساوي مجموع التيارات الخارجة. هذا مجموع التيارات الخارجة، واضح؟ فهسه أنا عندي النقطة A، هاي النقطة A، طبعا النقاط A B C D، A هاي B هاي C هاي D، فA D هاي الداخل A الخارج D، واضح؟ فإذا مجموع التيارات التطبت الهاي الدائرة وهذا الاتجاه مالتهم، هذا إلى نقطة A يساوي مجموع التيارات الخارجة. إيش قد الخارجة؟ التيار السابع. إذا طبت 10 لازم إيش قد يطلع؟ 10. إذا هذا أول مطلوب، أو أول مطلوب حلينا. بعد شو يرد من يمين؟ يرد من يمين التيار الثالث والتيار الرابع والتيار الخامس. شوف هسه حاليا أنا إيش لازم شو أتعامل ويا السؤال؟ أتعامل ويا مبدأ الفرضية، ما أعرف اتجاه، لكن أنا عندي قاعدة بتقول يا مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة عند نقطة، واضح؟ عند نقطة معينة في الواجهة. هسه أفرض نقطة B، هاي نقطة B، هاي نقطة B، مجموع التيارات الداخلة إلى نقطة B يساوي مجموع التيارات الخارجة. زين الداخلة إلى نقطة B مبدئيا هو الـ I2، هذا هو من هو الاي 2 اللي جد قيمته 12 امبير، وعندي ايضا تيار خارج من البي، خلينا نكتب هنا هاي تحت كانه مسوده اللي هو اي 5 جد قيمته 8 امبير. زين اذا مجموع التيارات الداخله 12، واضح؟ مجموع التيارات والخارج ايش قد؟ 8. زين لو افرض انه اني التيار الرابع ايضا داخل المن الى النقطة اي بالمسودة، ما اعرف، انتبهت لطيف؟ مدى اقول وين الاتجاه، انا دا افرض، راح اقول له فرضا انه اني التيار الرابع داخل النقطة بي، فش راح اقول؟ راح اقول معناها اي 2 زائدا اي 4 شي يساوي لي اي 5. اي 2 شقد قيمتها؟ 12 امبير زائد الاي 4 يساوي ايش قد؟ 8، واضح؟ زين اذا اي 4 اقلبها او احول، اذا اي 4 شو يساوي لي؟ 12 ناقص 8 ويساوي ايش قد؟ 4، صحيح؟ ما ادري هسه انا حاليا ما ادري صحيح او غير صحيح، هذا فرضيه. الفرضية الثانية، لا خلنا نفرض انه حال اي 5 اش بي خارج، يعني اي 12 اللي هو اي 2 تساوي لي اي 5 زائد اي 4، مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة، اي 2 اش قد؟ 12 تساوي لي اي 5 اش قد؟ 8 زائد اي 4 ايش قد؟ ما اعرف، واضح؟ زين هنا شباب، هنا انا انقلبت، انتبهت وحولت بالاشارات لو ما حولت بالاشارات؟ اتمنى تبقوها ملاحظه عندكم. الرياضيات جدا مهم ابويا من تتعامل ويا المساله، خوش؟ على العموم هسه راح نجي ونشوف شو الخطا اللي صار. فاجيت نفس الحاله، اذا حولت ال 12 ناقص 8 ويساوي لي اي 4، اذا 12 ناقص 8 شو يساوي لي؟ يساوي لي 4 امبير. يعني هسه من اجمع ال 4 ويا ال 8 ايش قد يساوي لي؟ 12 امبير. هذا اقرب للصحه. راح تقول استاذ العدل هذا طلعناه 4 امبير، يوه طلعناه 4 امبير بس ما تعاملت فيها رياضيا صحيح. راح تقول لي شلون؟ راح اقول لك كالاتي، انا مو قلت اي 2 زائد اي 4 يساوي لي اي 5 باعتبار الفرضيه الاولى انه الاي 4 داخل الى نقطه بي، الاي 2 ايش قد؟ 12 زائد اي 4 مجهول يساوي لي من هو؟
اي 5 اللي هو ايش قد؟ اللي هو 8. واضح؟ هسه حتى احافظ على الاي 4 بالموجب، فايش راح اقول؟ اقول اي 4 يساوي 8 ناقص 12 ويساوي ايش قد؟ سالب 4. يعني معناه ايضا طلع لي بالسالب، يعني بما انه طلع لي بالسالب اذا انتبهت 2 ايش قد؟ 4، لكن هنا بالسالب يعني الفرضيه اللي انا فرضتها بهذا الاتجاه فرضيه خاطئه، اذا انا كنت معتبره داخل النقطه بي لازم شو اعتبره؟ خارج النقطه بي. افتهمنا شباب؟ حتى اذا ما افتهمنا راح من نعالج الاي 3 او الاي 6 راح نشوف ما عندنا مشكله بي ايضا. واعيده ايضا لكم. يلا خلي اعيده على السريع ابوي لان اضوج اعبر من النقطه الاخ. اي 2 يساوي 12 واي 5 يساوي 8، عندي نقطه عند النقطه بي. ما اعرف الاي 4 هل هو داخل النقطه ام خارج الى النقطه. زين، فايش قلت؟ قلت يابا انا راح افرضه داخل الى النقطه. فايش قلت؟ قلت يابا مجموع التيارات الداخل الى نقطه بي يساوي مجموع التيارات الخارج الى نقطه بي. فقلنا اي 2 زائد اي 4 يساوي من هو اي 5 12 زائد اي 4، هسه انتهينا كهرباء دعت رياضيات. 12 زائد اي 4 يساوي 8، ثبتتها وحولت 12، 8 ناقص 12 سالب 4، اذا معناه الاتجاه اللي انا مستخدمه للداخل هو خطا المفروض المن الى الخارج. يعني هسه انا مبدئيا عرفت انه الاي 4 بالنسبه لنقطه بي شنو هو؟ هو خارج من النقطه. زين، هذا واحد. زين، شو يريد بعد من يمي؟ يريد من يمي الاي 3 والاي والاي 6. عندي نقطة عند النقطة سي. واضح؟ زين، اجي اباوع النقطة سي داخلها من هو؟ اي 4. هذا اي 4 اللي قيمته ايش قد؟ قيمته صارت 4 امبير. ومحصورة ما بين اي 3، محصورة ما بين، حتى لا تصير هوس عليكم، محصورة ما بين اي 3 ومنو؟ اي 6. هاي اي 3 اي 6. فاي 3 انا عرفت شنو هو؟ هو خارج، مو صحيح، خارج من النقطة بي، يعني داخل المل النقطة بي. واضح؟ فايش راح اقول؟ راح اقول عند النقطة سي. واضح؟ هذا النقطة سي، نعم عند النقطة سي. اي 4 اي 4 3 معتمدها وين؟ عند الاي. نعم جيد جيد، كل زين كل زين. اها هذا، هاي ملاحظة جيدة. يلا اذا ات نود سي. واضح؟ ات نوت سي. باوعنا عند النقطة سي ان النقطة سي بها ثلاث تفرعات اللي هو التيار الرابع، التيار الثالث، والتيار السادس. فأنا لا اعرف اتجاه الثالث ولا اعرف اتجاه السادس. فايش راح اقول؟ بس اعرف اتجاه يا هو اتجاه الرابع اللي هو شنو هو؟ داخل النقطة سي. فراح اقول على فرضا انه التيار الرابع مجموع التيار الرابع يساوي مجموع التيارات الخارجية. انا ما اعرف صح لو خطا، فرضت انه اي 3 زائد اي 6. اي اوكي امنت بالله، بس اذا انتبه انه الاي 3 مجهول عندي والاي 6 ايش بي؟ مجهول عندي. بما انه عندي اثنين من المجاهيل ما اقدر اشتغل عند هاي النقطه. ملاحظه جدا مهمه. واضح؟ ما اقدر اشتغل عند هاي النقطه. اذا استاذ شو اسوي؟ خلي احصل على التيار الثالث عن طريق من هو؟ عن طريق نوت اي. طبعا واحد يقول استاذ انا اقدر احصل على السادس. يا منتو بالله، عن طريق يا نود نود الاي 5 والدي. يعني مدى امشي اني بالسره حسب النقطه. فقلت استخرج التيار الثالث. فالتيار الثالث عندي يا نود نود اي. زين اعيدها، ات نود سي باوعت عند النقطه سي، فرضت مدى احد صح او خطا انه التيارات الداخله تساوي التيارات الخارجه، والتيارات الداخله قلنا انه باعتبار الفولتيه، العفو، التيار الرابع داخل النقطه سي يساوي التيارات الخارجه 3 و6. بغض النظر عن الاتجاه شفت انه انا شنو عندي؟
عندي مجهول يم، وبالتالي ما اقدر اشتغل او ما اقدر احصل على التيار لان عندي مجهول يم. فايش قلت؟ قلت اذا التيار واحد يعني التيار الثالث اشتغل عند نقطه مشترك بها، والتيار السادس ايضا اشتغل عند نقطه مشترك بها. من اقول مشترك يعني عندي مجهول واحد فقط، انتبهتوا على التفصيل؟ مجهول واحد فقط. فاذا اقول ات نود اي، نجي على نود اي لين صارت هوس هاي نود اي. النود اي الداخل لها ايش قد؟ 10. اذا اللي هو اي 1، اذا نود اي سوي بالاسود مجموعة التيارات الداخلة اي 1. زين بعد ما اعرف اني اي 1 اي 3 داخل او خارج، ما اعرف مجموع الخارج من اي 2، العفو الاي 2 شنو هو خارج؟ يساوي اي 2. زين ابوي اذا تباعون، اذا تنتبهون اي 1 ايش قد قيمته؟ 10، واي 2 ايش قد قيمته؟ 12. يعني بدي هي صارت انا مجموع التيارات الداخله يساوي مجموع التيارات الخارجه، واضح؟ زين الاي 3 اذا معناه شنو هو؟ معناه اذا اقول لازم مجموع الداخل ايش قد يكون ايضا؟ 12، حتى مجموع الخارج ايضا ايش قد يكون عندي؟ 12. هسه هذا مبدئيا اعرف انه مجموع الداخل للنقطه اي 12 يساوي مجموع الخارج من النقطه اي ايضا 12. فيجي قلت خلينا نفرض انه اي 1 زائدا اي 3 يساوي لنا ايش قد؟ التيار الثاني اللي هو 12. اذا 12 راح تبقى الاي 3 ثابت في مكانه يساوي لنا 12 ثابته، قلبنا من هو التيار الاول اللي هو ايش قد قيمته؟ 10 موجبه. اذا ناقص 10 موجب ناقص 10 ايش قد يساوي لي؟ 2. واضح؟ يعني من اقول هسه انا التيار الثالث داخل الى النقطه اي وقيمته ايش قد؟ 2. 2 زائد 10 يساوي لنا 12 اللي هو مجموع التيارات الخارجه من يمها واللي هي ايش قد قيمتها؟ 12. لو تفرضوه بالعكس، لو تفرض بالعكس راح يصير عندك سالب 2. يعني الحل شباب ما يحتاج اتجاه لان ما يقبل خطا، اما يطلع لك بالسالب اذا لازم تفرض العكس، او يطلع لك بالموجب اذا حلك صحيح. هذا بالنسبه للتيار الثالث. سيب يعني معناها عند النقطه اي، فايش قلت؟ قلت عند النقطة اي، هاي هنا شباب النقطة اي، مجموع التيارات الداخلة، التيار الداخل هو 10 امبير، وايضا اي 3 2 امبير، 10 و 2 12 اللي هو مجموع التيار الثاني اللي هو طالع 12. زين نجي على اليمن على اي 6، واضح؟ نروح اي 6، هذا اي 6 هنا انباوع اي 6 محصور ما بين نقطة، يعني بالنسبة لمن؟ بالنسبة للدي. زين الدي هاي الدي بها تيار داخل وبها تيار خارج، فاذا انا مبدئيا حصلت على التيار السابع لان قلنا مجموع التيارات الداخله في دائره كهرباء مغلقه يساوي مجموع التيارات الخارجه، واضح؟ اذا بما انه داخل 10، هذا داخل 10 امبير الى الدائره الهاي هي كلها وسع، اذا الطالع لازم ايش قد ايضا يكون؟ 10 امبير. فاذا عرفت انه at node D مجموع التيارات الداخلة من الداخل إلى الدي إذا نباوع التيار الخامس. at node D التيار الخامس إيش فيه؟ داخل إلى النقطة دي، واضح؟ زين ايضا ما اعرف التيار السادس هل هو موجب او سالب، هل هو داخل النقطة دي او خارج، يساوي التيارات الخارجة ايضا عرفنا انه من هو التيار السابع. زين التيار الخامس ايش قد قيمته؟ 8 امبير، انتبه. والتيار السابع ايش قد قيمته؟ 10 امبير. انا لازم ايش اقول؟ مجموع التيارات الداخله الى نقطه دي يساوي مجموع التيارات الخارجه. طبعا انا من دا الح بهذا الموضوع لان اعرف اكو طلاب ايش فيها راح تكنف مباشره وتعرف الاجراء راسا. يعني مباشره يكتب اما اي 5 زائد اي 6 يساوي اي 7 او بالعكس. فاحنا راح على اليمن راح نجرب الحالتين باعتبار ما نعرف.
فنقول i5 زائد i6. هسه انا فرضت انه التيار السادس داخل المن الى النقطة D. اذا 8 زائد i6 يساوي ليش قد؟ 10. ثبتت i6 يساوي لي 10، حولت الثمانية المن هنا 10 ناقص الثمانية ويساوي ليش قد؟ 2. واضح؟ يعني مجموع التيارات اللي دخلا الى النقطة دي، هذا التيار الخمسة اللي هو قيمته 8 امبير، والتيار 6 اللي قيمته 2 امبير، مجموعهم 10، ايش قد يطلع لازم عندي؟ 10. وهذا اللي هو يحقق لي اصلا الشرط الاول، عفوا، مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع التيارات الخارجة. واضحة شباب؟ ما يراد لها شيء، يعني ما تحتاج الدايركشن، ما تحتاج الاتجاه بقد ما تحتاج الفهم. احنا فهمنا مجموع التيارات الداخلية يساوي مجموع التيارات الخارجة، وبهذا حققنا الشرط واجرينا التحقيق. يعني هسه لو فرضا انا اجرب انه لا، اقول مثل i5 يساوي i7 زائد i6 راح يطلع سالب 2، ومعناه الفرضيه اللي انا فرضتها شنو هي؟ فرضيه خاطئه. يعني لازم احول او اعكس اتجاه التيار. هذا شباب ليش يختلف على ذاك الاكزامبل؟ يعني ليش يختلف على صاحبنا هذا الاول؟ هذا يختلف ليش؟ لان يعني اللي حليناه هسه يختلف، لان ما عندي شنو؟ عندي مقاومه هنا، تبوا عليه؟ هنا هاي مقاومه، صار عندي تفرع، يعني ما اقدر اقول التيار الثاني هو نفس التيار الخامس، ما اقدر اقول التيار الثالث هو ليش؟ لان التيار وصل عند هاي النقطه وتفرع. اتمنى ان شاء الله تكون واضحه عندكم الفكره، وايضا امانه شباب اذا ما توصل اذكروا لنا اياها بتعليق. وإذا تتابعونا حاليا هو أيضا دي يقول تشيك. زين، وصلنا للكرنت ديفايدر رول شباب. راح نكمل محاضرتنا أو الجزء الثاني هاي محاضرتنا إن شاء الله بعد هذا المقطع. فيما يخص هسه المواضيع أو هذا الجزء اللي أخذناه، أي سؤال أو استفسار حول هذا المقطع الفيديو شباب أيضا رفقونا بتعليق حتى نجاوبكم عليه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.